ينطلق إذا مشاهدينا الكرام شوطنا الثامن والمخصص لفئة الجعدان. نتابع معكم هذا الانطلاق، أبدأ مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط والبداية والصدارة مع انطلاقة شاهين لمحمد بن سالم بن نايع بشاوي آل الفلي الذي يسيطر على الأمور ويسيطر على المركز الأول والبداية في هذا الشوط. ما شاء الله المركز الثاني نقلتنا على انطلاقة سعد أو مبعد لسعيد بن علي بن الملعاي الاجتبي، والمركز الثالث نجد لمحمد بن سالم الحبروت الاجتبي، ورابع المراكز العدملي لعلي بن محمد بن عبد الاجتبي. اما خامس المراكز بالحضور من ظبيان لسهيل بن عبد الله بن مرخان. هكذا نتيجتنا والمراكز الاولى المتقدمه، هكذا نتيجتنا وانطلاقة هذا الشوط واندفاعة هذا التحدي والعودة مع المركز الأول، العودة مع اندفاعة شاهين على صدارة هذا الشوط لمحمد بن سالم بن نايع بشاوي الأقفلي الذي يقود هذه المجموعة وينطلق مع المركز الأول وينطلق مع الاندفاع الأول. ما شاء الله، يا سلام يا بن نايع على هذا الحضور المميز بالمركز الأول وبالبداية. محمد بن سالم بن نايع بشاوي أهل أغفلي المركز الثاني نجد لمحمد بن سالم بن حبروت أهل اشتبي، والمركز الثالث أخر عمي شوي المركز الثالث وصل الغزال لراشد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري، والمركز الرابع هنا مبعد لسعيد بن علي الملعاي الاشتبي، بينما المركز الخامس العدملي لعلي بن محمد بن عبد الاشتبي. ايضا الوصول والتسلل من قبل ظبيان لسهيل بن عبد الله بن مرخان الاشتبي. هكذا اذا من جديد مشاهدينا متابعينا الكرام النتيجة والمراكز الأولى المتقدمة التي تحضر معنا في هذا التحدي وتحضر معنا في هذا الانطلاق. أعود مع المركز الأول شاهين من يسيطر على الأمور ويسيطر على البداية لمحمد بن سالم بن نايع بشاوي الأغفلي، إذا من يقود هذه المجموعة، هذه القيادة القوية، هذه القيادة المميزة على ناموس الصدارة. التغيير بدأ يجري في هذه اللحظات، غير نجد لمحمد بن سالم بن حبروت الاستبي لغير النتيجة في هذه اللحظات من الجانب الآخر وينتزع ناموس المركز الأول وينتزع ناموس المقدمة. نتابع معكم ثالث المراكز، وهل من قدوم من المراكز الخلفية التي قد تشكل خطرا على المركزين الأولين. أشوف الغزال قادم لراشد بن محمد وسعيد بن راشد الخاطري، والمركز الرابع ظبيان لسهيل بن عبد الله بن مرخان الاجتبي. هذه نتيجتنا إذن مشاهدينا متابعينا الكرام والمراكز الأولى المتقدمة، والحبروت من ينطلق هنا على المركز الأول والبداية. الحبروت من يقدم لنا هذا المستوى الكبير مع انطلاقة نجد محمد بن سالم بن حبروت الاجتبي، إذن على المركز الأول وعلى الاندفاع الأول. ما شاء الله، بدون أي توامر، إذن حتى هذه اللحظات بدون أي تعليمات ينطلق شعار الحبروت ليقدم لنا هذا المستوى الممتاز. محاولات شعار بن نايع
في اللحظات الأخيرة للخمسمائة متر الأخيرة معنا هنا في الشوط، ونجد على المركز الأول، ونجد هو من يسيطر، ونجد هو الحاضر إذن على ناموس البداية والصدارة. ما شاء الله وتبارك الله، سلامي عليك يا بن حبروت، سلامي عليك يا بن حبروت، وعلى هذا الأداء المميز اللي قدمه نجد في هذا الشوط، تهانينا. تهانينا والناموس للسيد محمد بن سالم بن حبروت الاجتبي على فوز وانتصار نجد في هذا الشوط وتقديمه هذا الأداء الرائع معنا من خلال هذه الانطلاقة ومن خلال هذا الأداء الممتاز. تهانينا تهانينا والناموس محمد بن سالم بن حبروت الاجتبي على فوز نجد بالمركز الأول المركز الثاني، محمد بن سالم بن نايع بن شاول الفضلي المركز الثالث، لراشد بن محمد بن سعيد الخاطري المركز الرابع، لفضل